السلام عليكم، كتيرين لاباس عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. احنا راه شادين طريق انا والوالده والراجل ديالي ومعنا بنت خالت الوالده. المهم اليوم فين غاديين؟ غاديين عرضت علينا الصديقه ديالنا العزيزه وصديقه الوالده وصديقه العائله. دابا ان شاء الله نوصل تما وغادي تعرفوها. هي المعروف راه كتبان مع نوره بزاف، ونوره فين ما كتجي كتعرض عليها مسكينه، ونوره عزيز عليها، الوالده حتى هي عزيز عليها. ومني سمعتني قريبا نسافر بقات كتصوني تصوني تصوني كيفاش مريم غتسافر وانا ما نشوفهاش، جيو عندي ضروري جيو عندي وانا ضروري نشوفك. قلت لها ما شفتك غدا اليوم غنشوفك غدا، راه ضروري نشوفك قبل ما نسافر ان شاء الله. ايوا البنات بزاف عاوتاني سولوني على نوره، فين هي نوره؟ غبرت نوره على اليوتيوب. البنات نوره الحمد لله بخير لاباس عليها، ان شاء الله غترجع لكم بفيديوهات جديده باذن الله، غطمنوا عليها. وحتى هي راه توحشاتكم بحال اللي توحشتوها، غير تهناو حيت بزاف تعاليق كيجيوني. مريم قولي لينا نوره فين هي؟ كاينه نوره ما بها والو، الحمد لله بخير وعلى خير. اختي زهور كتكون في الدار البيضاء في كازا، داكشي علاش دابا شادين الطريق ان شاء الله للدار البيضاء. وهي راه بحال ختنا ما شاء الله، الطيبوبه اللي فيها الله يحفظها ويحفظ لها وليداتها وتشوفهم في اعلى المراتب يا ربي، والزوج ديالها من اطيب خلق الله. يوميا كتهضر مع الوالده في التليفون، كتسلم عليها تطمن عليها، كتجي لعند الوالده العروبيه حتى هي عزيزه عليها العروبيه بحالنا. كتمشي عند اختي مونيا حيت اختي مونيا ساكنه حتى هي في الدار البيضاء، كتمشي عندها بزاف، يعني ماشي غير صديقه فقط، ولات عائله، ولينا عائله وحده. ودابا راه غادي نمشي نشوفها قبل ما نسافر ان شاء الله. الصراحه بارده الفيلا هنايا عندها، والله الا الجو بارد. واخا حتى هي قريبه للبحر كيكون البحر فيه الرطوبه، ولكن هنايا هنايا الدار عندها بارده. الوالده ها انتما اختي كتوجد في الغداء الوالده. السلام عليكم وليداتي بنياتي، الله يسهل عليكم الله يعاونكم الله يسهل عليكم. الوالده كتفرح ملي كتجي هنايا عند اختي زهور. بنتي زهور كتفرح عزيز عليها الوالده بزاف. والدار ديالها ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الدوق ديالها هي اللي دايره هاد التصميم، دايره هاد الفيلا البنات. انا غادي نوريكم شتي الفيلا البنات، راه ثلاثه طبقات، طبقه تاع لا كاف اللي لتحت كيديروا فيه الباركينات، ولا كتقدر ديري فيه الكوزينه وشي صالون. هي راه حاله نازله بالارض كامله، نزلات بها ودارت صالون وفيه مطبخ فيه حمامات ودارت لابيسين لتحت. هذا البنات راه لا كاف نزلات بالارض لتحت، عرفتي الجو واعر صراحه، فكره زوينه. عاد باقي الطابق الاول اللي فيه الصالونات، وعاد باقي الطابق الثاني اللي كيكون في الفيلا اللي دابا ولا هو الطابق الثالث. يعني تبارك الله هي ماشي مصممه ملابس فقط، ولكن التصميم عندها خطير. انا عجبني الديكور، ما بينش لكم في التصوير مزيان، وما قدرتش نصور لكم الدار كامله ما شاء الله تبارك الرحمن غزاله، الله يعمرها ديما ويخليها دار عامره ان شاء الله. وعندها الصالونات اللي الفوق اللي هو الطابق الثاني خطيرين البنات، لا قدرت غادي نصورهم لكم حيت جالسين فيهم الرجاله، الا خرجوا غادي نطلع نصور لكم، ما خرجوش خليهم جالسين. قلت لها تبارك الله التصميم ديالك رائع. هي مصممه ازياء، كدير القفاطن البلديه، كدير البلدي التقليدي ديال المغرب، تبارك الله كتبدع فيه. غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها وشوفوا التصاميم ديالها، الصراحه شي حاجه طوب. وانا كيعجبني الواحد اللي كيدير الحاجه وكيعطي فيها، كيبدع فيها، كتكون عزيزه عليه وكتعجبو ديك الحاجه وكيديرها عن حب، وكنفرح بزاف وكنبغي نشجع اكثر. غادي نحط لكم هنايا بعض الموديلات تاع 2023 اللي دارت، صراحه غزالين غادي يعجبكم بزاف، غير دخلوا لها الانستغرام ديالها. هذا ماشي اشهار، هي وحده من العائله ولات اكثر من ختنا، وتستاهل هذا الشيء قليل في حقها. ما يجيش شي حد احسن منكم، ربي يخليك الله يبارك فيك. كيف القلب؟
ما حناك معانا. ما تقوليش هكا انا شي طيب بكري. ربي يخليك الله يخطيك. علاش تسميني؟ ما حضرت تقولي صحت علينا ملي قالت لي راه غادي قلت لها ويلي واش انا ما غنشوفهاش. لا لا يخطيك ربي. لا تبارك الله الحداقات نوره راه ملي كتقول لي راه تبارك الله هادكا والبنا والديكور. وي هذاك النهار شداتني قلت لك والو ما تفكك معاك. ليسه كاينه. لا والله الا خلات بلاصه ان شاء الله مره اخرى عاود نتجمعوا هنايا ان شاء الله ايامات الله طويله يا سيليكون سخونه سخونه خاصها تحس بشويه انا قلت الوليدات ما يقدروا يجوا الوليدات المغاربه مع الدراري الدراري ها يعني. لا مسكينه ملي كيجي لها هي ولا امين كيدي معاه سيدي احمد كيخرجوا والله معايا وين محمد كيتزوج كيتونس وين محمد دينا هذا هو وين اسلينا في الطريق يا معاه من انا كتجي بحال عشيشات بحال تاع النحله بحال ديال النحيله تاع مرا كان مرا هذا كندير فيه شويه ديال كنطحنو انا ما كتطحنيش بودره كنديرو القشوره كندير معاه المصها وشويه السكر داكشي علاش كيخرج داك الزيت ديالو كيجي زوين باغاك ياك كطحنيه بالقشور وكديري عليه مزهر حيت كيكون صحي بالقشور احسن بصح بصح المواد كلها في القشور وكيجي زوين كيجي بنين شويه السكر صافي ها هي صافي واعره بلا ما نديرو لا قرقه ولا ندير القرقه لا لا تبارك الله عليه هذاك الشيء غزال والبنات راه السلطات وهاد سوسيس وهاد الشيء راه دارتو على قبل الوليدات حيت الوليدات عندنا ما كياكلوش المرقه امين وغلا ما كياكلوش المرقه كياكلو هكا شي حاجه ناشفه اللحم ناشف ودارت ليهم على قبلهم مسكينه داك الطبق ديال السوسيط والخضره وداك الشيء حتى عزيز عليهم الحاجه ياكلوها ناشفه هما ملفين معاها وعزاز عليها بزاف امين وغلا كيجيو عندهم هنايا كيقول لهم تعالوا عوموا في لابيسين الزوج ديالها تا هو من اطيب خلق الله تبارك الله عليه عزاز عليه الدراري الصغار هي مسكينه طبعها هكا مع الناس كاملين اللي كيجي عندها هي بنت الدار الكبيره اللي كيجي عندها كتكبر بيه وترحب بيه وما كتخليه ما دير على قبله الواحد الاصول اللي كتكون فيه والاخلاق ديالو كتبقى فيه سبحان الله والله يعطيك الصحه اختي زهور هادشي غزال عرفتي من الريحه من الريحه البنات كيشهي مسكينة عند بنات سمح لينا ربي يخليك اي وقت نهار كبير هذا اللي جيتي للمغرب وجيتي عندنا ربي يخليك الله يخطيك الله يكبر بيك ايوا اليوم غادي نتغداو في هذا المنظر لابيسين حدانا ها هو لابيسين هنايا هنا فين غادي نتغداو هاد البلاصه بارده عندها الفوق صالونات الفوق ولكن قلنا لي ما نتغداو هنا لتحت حدا لابيسين حيت الجو بارد ايوا بصحتنا وراحتنا تسمح لينا اللي كتوحم تسمح لينا شكون اللي بحالي كيحمق هالما ها كتشوف الماء كتبغي تلاح فيه عرفتي والله ما كرهت نتلاح بحويجي راه كاين الرجاله جالسين الفوق اما كون ما كانوش كون عمت شوفوا هذا الفران هذا الفران تركي راه كيتباع فيه بيم راه كبير تبارك الله كيهز لك الخبز الكيكه البيتزا وكيطيب دغيا راه كيحمروا فيه الدجاج
نورا ملي مشات لتركيا كانت عدوسة عندها بحال ولكن صغيور كدير فيه خبزة وحده. كاين صغير وكاين كبير. لا لا وي ودابا جات لينا الديسير تبارك الله عليها الصراحه الديكور داكشي عندها غزال. قلت لها كنا غير حليتي مطعم عرفتي راه يتمشى ليك تبارك الله داكشي عندك رائع. ايوا دابا هي الهوايه ديالها الملابس التقليديه والقفاطن وداكشي فكتبدع فيهم تبارك الله. غادي نخلي لكم ان شاء الله الانستغرام ديالها دخلي عندها شوفوا شنو عندها راه كتبدع في داكشي تبارك الله عليها الله يعطيها الصحه. عرفتوا البنات دابا شحال الساعه عندنا قريبه للوحده ويلاه خارجين عرفتي الرجاله بقاو حت 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 ونساو ريوسهم كل ما فكرتهمش قلت لهم صافي بركه عليكم راكم راه بقاو هنايا حتى لربعة الصباح راه بقاو كيتحتوا ما سالاوش كيهضروا في عرفتي الرجاله الاعمال ديالهم وداك الشيء وانا جاني النعاس صافي قلت لهم غادي نمشي اما هما راه باقين سهرانين باقي رباني قشبوا حتى الصباح دابا راه راجعين لبن سليمان راه الظلام راه الطريق خاويه راه قلت لكم دابا راه قريبه لشي الوحده تاع الصباح